نبدأ بعرض الصور اللي انت من طبعا. خلالها عايز تطلع بعض النقاط اللي فيها هايلايتس للتنفيذ الفني اللي حصل في الماتش. مهم جدا ونفهم طبعا. ان احنا الشوط الاول كنا وحشين بس كنا برضو بنعمل اللي احنا عايزينه. مثلا دي اول صوره معانا من الدقائق الاولى، دي الصوره دي انا واخدها من اول 5 دقائق. عايزين في الصوره دي نركز على زواني وفيلكادزي الاثنين اللي قدام الاماميين، نشوف عقليتهم في الضغط. اللعيبه دي بتعمل ايه؟ اللعيبه دي راجعه على نص ملعبها، بمعنى موسيماني ما كانش عنده اي نيه انه يضغط على النادي الاهلي في نص ملعبنا. اطلع بالكوره زي ما انت عايز، الفريق هيقف 4-4-2 واول اتنين هيقابلوك من نص الملعب هتلاقيهم دايما بيضغطوش عليك، سايبينك من عند المنتصف كده. برافو عليك. بس بيعملوا ايه بقى؟ بيحاولوا يرجعوا يقفلوا المساحات في نص ملعبهم. انا مش هعمل عليك هاي لاين ديفنس، انا مش عايزه. ولو تفتكر دي النقطه لحد ما احنا توقعناها كانت طبيعيه عشان خط وسط النادي الاهلي السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت. مظبوط. نروح للصوره الثانيه، نشوف برضو لعيبه سان داونز ما زالت بتعمل ايه. ايه التفكير يا محمد؟ انا عايز ارجع لنص ملعبي، تشوف اتجاه الجسم عامل ازاي. انا متجه على ملعبي مش هضغط عليك. لما هنيجي بعد كده نشوف بقى هوريك صور النادي الاهلي هتشوف شكل مختلف هنا. دي الصوره بتاعت شكل سان داونز في نص ملعبه 4-4-2 زي ما قال الكتاب، مرصوصين تمام، فريق بروفيشنال جدا، اللعيبه واقفه صح، كل واحد واقف في مركزه ومضيع المساحات جدا. ونقطه محمد، خلي بالك دايما طريقه 4-4-2 هي افضل طريقه في الدفاع. 4-4-2 بحسب الفيزياء اكتر طريقه انت بتقفل بيها كل مربعات الملعب، مفيش اي طريقه اخرى في الدفاع تقدر تقفل بيها قلب ملعبك الا بالطريقه دي. بس مهم ان كل واحد يحفظ مكانه. اوعى تسيب مكانك وتروح تضغط، لانك لو ضغطت في الطريقه دي على طول هتسيب جاب او فجوه وراك. فدي الصوره دي بتورينا ان سان داونز لعب بال 4-4-2 قدامنا في الدفاع بشكل مميز جدا. طيب الشكل اللي بعده، نروح للصوره اللي بعديها وهنا نبص على ريني فايلر. احنا بقى عملنا احنا ايه؟ احنا دايما على طول بنضغط على حامل الكوره بال 18 في سان داونز. منين؟ برافو عليك. منين؟ من عند ال 18 بتاعهم. الامر ده قفشه ومروان محسن كانوا مكلفين بيه، واجاييه دايما اضغط ما تسيبش حامل الكوره يطلع الكوره لنص الملعب. وهي دي النقطه اللي رجعتنا للرقم اللي انا قلته لك، ان كيكانا اكتر لاعب كان بيستلم الكوره في ال 5-0 ب 79 مره بسبب الصوره اللي قدامنا دي، ما قدرش يستلم الكوره غير 20 مره. اكيد. وده تاكيدا لكلامك قبل ما نخش للصوره اللي بعدها. نعم. ندخل للصوره اللي بعدها، مروان محسن عمل مجهود بدني وكان ليه تاثير كبير جدا على خلخله دفاعات فريق سان داونز. شوف مروان محسن الشوط الاول واحد من نجوم الشوط ده بصراحه الايه مجهولين. ليه؟ بتتكلم على اجهاد شديد جدا جدا للدفاع. وبصراحه اذا كان ديانج نزل وعمل الايه الكام سكيل اللي عملها في ركله الجزاء ده، بصراحه عملها برده وانت بتعملها قدام دفاع منهك من الشوط الاول. ربما بادجي انا اسف بادجي طبعا انا في حته ايه بالظبط كده. لا فكره في ايه يا محمد؟ ان انت وانت بترقص مدافع في قمه لياقته البدنيه حاجه، وانك ترقصه وهو تعبان دي حاجه ثانيه. وبصراحه بادجي قدر ان هو ياخد يكلفه 3 لعيبه طبعا بعد بصراحه الجهد اللي عمله اكيد طبعا واجاييه طبعا في اللعب. طيب الشكل اللي بعده، نروح للصوره اللي بعديها ونشوف ان الاسلوب اللي عمله ريني فايلر ده اكبر سان داونز انه يعمل ايه؟ يلعب الكرات الطوليه. انت بتبص تلعب الكره على الطرف وخلاص، عايز تبعد عن منطقه جزاء بالظبط. انت خلي بالك نقطه مهمه جدا يا محمد، الشكل اللي انت شايفه ده اللاعب المساك دايما احنا ما بقاش عنده مهاره كوره كتيره، لكن لعيبه سان داونز لحد ما بصراحه المساكين عندهم لعيبه كوره. واحنا دايما كنا بنتكلم في الحته دي ان الفريق كله تحس الفريق برازيلي بيعرفوا يلعبوا، بس انت هنا مجبر انك تاخد قرار خلال 3 ثواني، انك لو ما خدش القرار ده في احتمال ان الكره تتخطف منك. فبالتالي بالزبط. احنا اجبرنا سان داونز انه يعمل الشكل ده كتير جدا، ووصلنا للرقم اللي انا قلته لك في الاول ان سان داونز عمل 62 كوره طوليه، نسبه نجاحها انها وصلت للاعب في الشكل الهجومي كانت 20%. دي ترجمه لكل الارقام اللي انت قلتها وشغل فايل. وشغل فايل الايجابي. نكمل. طيب. ونروح للصوره اللي وراها، وهنا بقى نيجي عند المعضله اللي كانت عندنا، وهي دي في وجهة نظري الأزمة بتاعتنا في الشوط الأول اللي ما كناش قادرين بسببها إن احنا نهدد مرمى أونيانجو بالشكل الكبير. إيه هو؟ الكرة دي بتاعت ثنائية علي معلول وأجاييه شفناها كتير قوي في الشوط الأول، الشوط الأول بالذات، بس مختلفة عن اللي شفناه في الشوط الثاني. ليه بقى؟ الشوط الأول كان المفروض إن ثنائية أجاييه وعلي معلول دايماً تخلي أجاييه هو اللي داخل لجوه، لأن أجاييه في اللعبة دي ما يعمل 1-2 ويخرج هو على الخط فقد خطورته. برافو عليك. انت هنا هتفقد الراجل اللي بيعمل ثنائيه هجوميه مع مروان محسن في الكرات العرضيه. تمام. وبالتالي علي معلول كان دايما بيلاقي نفسه بيروح على الخط
ويعمل الكروس لمروان محسن. قول لي كده من فضلك، مروان محسن جوه منطقه الجزاء مع كام واحد؟ حلو قوي. مين اللي هيكمل معاه من اليمين؟ حسين الشحات. حسين الشحات لعيب طبعا مش طويل، وحسام حسين فتح الملعب جد بعيد، وكان ساعات بياخد يقدر ياخد الكره الثانيه لما بتعدي للناحيه الثانيه، ولكن في الشكل ده نثبت ان مروان محسن ياخد الكره من وسط ثلاث لعيبه اتنين مساكين وبيرجع معاهم كيكان، هو كمان لعيب طويل وبيضم معاهم كمساك ثالث، صعب قوي. فبالتالي احنا كنا معظم الهجمات بتاعتنا بالشكل ده، ووصل بينا الرقم اللي انا هقوله لك ده، ان احنا في الشوط الاول على عكس عاده فايلر الهجوميه عملنا 17 كرة عرضية في الشوط الأول، الشوط الأول بس. وده رقم كبير جدا للي متابع أرقام ريني فايلر أو الأهلي مع ريني فايلر، لأن احنا دايما في الشوط الثاني بالظبط، لأن احنا دايما في المباراة الواحدة بنعمل كتوتال 20 كرة عرضية بس. النادي الأهلي مع فايلر ما بيعتمدش على الكرات العرضية كتير، الأهلي بيعتمد على الباسنج على الأرض والاختراق على الأرض أكتر، وبالتالي أنا كنت شايف الموسيماني نجح في الحتة دي، إن هو يجبرنا إنه يعمل بوكسنج أوت. تمام. أنت بتدفع أجاييه لبره المنطقة. نروح للصورة اللي بعدها ونشوف برضو نفس الأمر، هي نفس الكرة دي في الشوط الأول، هتلاقي إن أجاييه هو اللي متطرف وعلي معلول هو اللي جوه، فحتى علي معلول هو داخل منطقة الجزاء مش عدلته حتى وقفته كمان، ومش هيقدر يعمل خطوره. انت اكتر حاجه انت عايزها في اللعبه دي ان معلول يلعب الكوره على مشارف منطقه الجزاء وحد من اللي جايين من ورا يشوطها، بس دي طبعا ما كانتش عندنا، اللي كان فيه زحمه في قلب الملعب. فنروح ونشوف بقى بعدها الصوره اللي بعدها، واحنا شرحنا المشكله اللي كانت عند النادي الاهلي. هنا الصوره دي بقى التاني بقى الصوره دي مهمه جدا. ليه؟ ببساطه نشوف عقليه ريني فايلر للعبته. لو بصينا وعملنا زوم على أجاي، هنلاقيه بيشاور لمجدي قفشه ارمي الكوره لعلي معلول، ما هو اللي متغطي باللاعب لابس اصفر، واجاي رافع ايده. تمام. بيقول له ارمي الكوره لمعلول، لعلي معلول الشمال. واضح جدا دي كانت جمله هم يعني فايلر ادى تعليمات عليها في ما بين الشوطين، ان انا النهارده مش هروح للطرف ده الشوط الاول، لا انا هكمل، واول ما علي معلول ياخد المساحه انا اضم كسكند سترايكر مع مروان محسن داخل منطقه الجزاء. نشوف الصوره اللي بعديها ونشوف تحرك اجاي اللي كان قبل خارج منطقه الجزاء راح فين في الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها ببساطه معلول هنا علي استلم واخترق، بقى عنده هنا 3 اوبشنز داخل منطقه الجزاء، امر مختلف عن اللي احنا شفناه في الشوط الاول اللي كان فيه اللي انت عملتها. برافو عليك، اللي كان فيها مروان لوحده، وبالتالي كان هنا نسبه 1 قدام 4، هنا انا عندي 3 لعيبه قدام 5 بس مفيش مشكله، عندي 3 لعيبه، وبالتالي رفعت نسبه فرصتي في الحصول على الكره العرضيه. وهنا يوضح لك ازاي المدير الفني شغال تدخل. نروح للصورة، مش قاعد متفرج يعني، قاعد شغال وشايف اللي حصل وبيغير شوط تاني. طبعا تركيه تانية بقى عملها فايلر مع علي معلول، قال اوكي انت في بعض الاحيان بتاخد الطرف في اوقات كتيرة، وساعات الكرات العرضية ما بتعمل لناش خطورة. لا، هنعمل تركيه معاها ان انت تستلم من اجاييه كمحطة لعب وانت اللي تخترق وتاخد الكرة بسرعتك. ليه بقى؟ لان دفاع صن داونز يا محمد وهو مواجه عمره ما هيجيب سرعه علي معلول وهو مندفع. بالظبط، خلي بالك مع الوضع في الاعتبار. نعم. اللاعب الاساسي اللي ما لعبش في هذا المركز الباك رايت اللي كان مصاب في هذه المباراه، انت بتتكلم على مورينا. طبعا مورينا بالظبط، طبعا سرعاته مع سرعات معلول كانت هيبقى فيها ازمه، بس برضه باختلاف في حته ايه، انا وانا بجري بوش اتجاه المرمى ليا سرعه اكيد، المدافع وهو مواجه لمرماه بظهره ثابت في مكانه مستحيل يواجه سرعتي، حتى لو هو اسرع مني اصلا كبني ادم الا مستحيل. ليه؟ انا رايح بوشي، وعشان كده شفنا معلول بيعمل الكوره دي مرتين، عملها مرتين، المره الاولى جاب منها الهدف. تمام. ودي اللي كان فيها اجاييه، فيها سترايكر واضح جدا، سترايكر صريح دخل لجوه وبدا يبعد عن اللعب على الطرف. نروح للصوره اللي بعديها ونشوف قد ايه ازاي فعلا ان علي معلول خد المساحه الورا. بس مش ملاحظ حاجه قبل ما نتكلم في المساحه اللي خد علي معلول، ابتدى بيتسو موسيماني يعمل كثافه عدديه في الجبهه دي نتيجه التغير اللي حصل. يعني لو تلاحظ في الصوره، بص انت يعني في تضييق للمساحات، بتتكلم في 2-3 داخلين قريبين من معلول وقريبين من اجاييه. طبعا بس ما كانش يقدر يواجه سرعه علي معلول بالذات، يعني هقول لك خيبك، علي معلول اسرع من اجاييه. علي معلول في الانطلاق بتاعته او ان هو ياخد السبرنت وهو مواجه للمرمى اسرع من اجاييه، سواء حتى بكوره او بالتصرف الكوره او بدون كوره. بالظبط. فبالتالي كان علي معلول هنا هو اللي هيبقى الحل. ليه؟ انك عايز سرعه تواجه السرعه بتاعه لعيبه صن داونز. وبالتالي لما نروح برده حتى للصوره اللي وراها ونشوف ازاي علي مع هنا مثلا علي معلول برده بياخد الكوره
وبيستلم. بس هنا بقى خلي بالك من حته يا محمد، هنا اجاي لما جه يلعب الكوره كانت مواجهه، كانت مشابه الكوره دي الهجمه دي اللي هي المره الثانيه اللي علي معلول اخترق فيها منطقه جزاء سان داونز، اجاي لقى نفسه مواجه لنفس الموقف بتاع الشوط الاول، فقال لك لا انا مش هقدر اتصرف نفس التصرف. ليه؟ لو اتصرفت نفس التصرف ده هوصل لنفس النتيجه، وبالتالي لا انا مش هلعب الكوره دي لعلي معلول، انا هسيب الكوره في رجليا ولف واعمل 1 3. تعال نبص على الصوره، اللي وراها هتلاقي اجاي ما بصش لعلي معلول من الشوط الاول بقى. لا الشوط الاول كان اجاي بيدي لعلي معلول وياخد هو الكوره لاخر الخط ويرمي الكروس وانتهى الموضوع، هنا بيطلع بره. اجاي هو اللي لف وخدع دفاع سان داونز، لان هنا عمرو السوليه ينزل له وبدل ما يعمل 1 2 عمل 1 3. عقبال ما الكوره رايحه لعمرو السوليه كان علي معلول قدر يسرق الباك والضغط اللي كان معمول عليه على الطرف وخد، نشوف بقى الصوره اللي بعديها، خد الكوره في المساحه الفاضيه. بص الكوره رايحه للسوليه والسوليه بيديها لمعلول في المساحه اللي راخدها. كل ده تعليمات كل ده تعليمات مدير فني. حتى احنا في الهجمه دي قلنا لعلي معلول اركن الكوره، الكوره دي لما خدها لما كانت جايه على المينو برافو عليك المفروض تروح في الزاويه البعيده ببطن رجلك. كان نفسنا ان علي معلول يشوطها على طول، هو بصها مروان محسن، كان عايز مروان يجيبها بالظبط. بس بخلاف الفرصه انت ممكن كمتفرج تقعد تتفرج على الفرصه بس وتزعق لعلي معلول ليه ما شوطش، لكن الشغل ده لا، محتاجين نفهم ايه اللي حصل وتشوف تفكير اجايه ازاي اختلف من 45 دقيقه اولى ل 45 دقيقه ثانيه. وعشان كده حتى بيتسو موسيماني لما اتسال بعد المباراه مين الناس لفتت نظرك، قال لك اجاي وعلي معلول عملوا فينا كل ما يعمل فعلا. ونشوف الصوره اللي بعديها دي، طبعا الكوره اللي احنا كنا بنتكلم عليها لسه انا ومحمد، وكان نفسنا بصراحه ان علي معلول يشوطها بشكل مباشر بالظبط. ده ببساطه ادينا فكر ازاي فايلر بيقدر يدرس المنافس وبيشتغل كمان على تصحيح بعض الامور، سواء انت ممكن البعض يعتبرها اخطاء اوكي، وممكن البعض يقول لك والله بيتسو موسيماني عمل شغل كويس وعارف ان الجبهه دي كويسه وقفل عليها. ومرونه طبعا، ان انت مش مدرب عندك تجمد في فكره افكارك او طرحك للتحليل او الشكل اللي بتلعب بيه طبعا. في مدربين عندهم اصرار على الشكل بيبدا بيه وما بيغيرش، عنده قناعات بده، لكن فايلر من المدربين اللي ما عندوش الجمود، لا دايما في الشوط الثاني بيغير افكاره حتى لو شايف ان الافكار دي مش هتجيب له اهداف سريعه فبيغير على طول. ويعرفك في تشكيلته كمان ويعرفك ان فايلر والجهاز الفني شافوا ماتش الخمسة صفر كتير اكيد، لان انت بتتكلمش في يعني لعيبه كتير اختلفت من سان داونز، لا معظم اللعيبه موجوده، وبالتالي اسلوب اللعب هو اكبر بيتسو موسيماني ان هو يلعب بالاسلوب اللي هو عايزه.